السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياك أخوكم عبد العزيز من قناة ماه انترتينمنت. رجعنا لكم مقطع جديد. اليوم إن شاء الله بنلعب فيفا، بالتحديد بنلعب كارير مود مهنة اللاعب. يلا خليكم مع المقطع. زين شباب، مثل ما تشوفون صممنا اللاعب وجاهزين الحين نلعب، وبس للأسف ما في الدوري الإماراتي، فبنلعب في الدوري السعودي، بالتحديد بنلعب في نادي الهلال. تمام، الحين أنا بديل. أول شيء خلنا ندخل تدريبات. زين شباب، مثل ما تشوفوا خلصنا، حصلنا نقاط التدريبات، خلصناها A B B. حلو حلو، زين احنا حصلنا نقاط. طبعا كل ما تتدرب كل ما تلعب تحصل نقاط اكثر. خلينا نحطها في الشوت. تمام، ماشي. خليها كلها في الشوت. حلو، طبعا نشوف هاي التدريبات. تشوف البار اللي فوق على اليسار صورة المدرب. طبعا الحين انا لاعب بديل، فكل ما يزيد هذا البار كل ما المدرب يخليني لاعب اساسي. حلوين، فالتدريبات هي اهم شيء، والاداء في الملعب بعد ايضا. يلا فنلعب الحين. طبعا بطولة ودية، الحين مدرب يدخلني في دقيقة 77، فريقنا فايز. حلو تمام. Well, substitution time, and this is his professional debut, Stuart. Well, what a moment this is. He'll be nervous, but he'll also be excited. Yes, sir. He just needs to get out there and get a good couple of early touches. Let's hope he does well. هذا أول مباراة لنا، يلا بسم الله. يا سلام. كنتوا فايزين يا ربع، شو فيكم شو فيكم؟ فييتو. Good boss. Good boss. حرام حرام، ضاعت 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 ضاعت، ما توقعت تضيع. يلا الله المستعان. Good boss. Good boss. Good boss. حرام. Good boss. سجل. حرام عليك. حرام عليك. حلو حلو، أول مباراة انتصار. جميل جميل، صح إنه ما سويت شيء. يلا. يا سلام، المدرب راضي، الفريق فرحانين، أول فوز. حلو حلو، يلا المباراة اللي بعدها. دخلني في دقيقة 78، متقدمين 1-0. يلا حلو. There has been plenty of limbering up from substitutes, and now both sides will make personnel switches. يلا. Vieto. Here's Aldosari. Gomez. Well, pass after pass, maybe they can chisel an opportunity. حلو. Just the clearance that was needed.
And that is that. The referee blows his whistle for full time and it's a victory for the visitors. Yes, Derek, there was... يا سلام انتصارنا الثاني فرحانين. شوف شوف جوميز فرحان. حلو حلو. تدريبات تدريبات طبعا تدريبات مهمة عشان المدرب ما يزعل. خلصنا التدريب نفس الشيء A B B لازم نعدل نعدل هالنتيجة. حصلنا نقاط. بعد في الشوت متقدمين 2-0 بيدخلني الدقيقة 64. حلو substitution time it is here. اوه دخلني مكان جوميز واعطاني اشارة الكابتن. والله كفو كفو. So 2-0 now. حطني في مركزي المرات اللي طافت مرة حطني ار ام ومرة حطني كام المرة حطني في مهاجم صريح. Can they open up the defense here? يا سلام عليك. The defender doing his job. حكم بلنتي يا اخي. اصابة اصابة انصاب. Vieto. حكم. يا سلام يا سلام. مصاب ويسجل مصاب ويسجل. يا سلام عليك يا عزوز يا سلام عليك يا عزوز. حلو حلو كل فرحان المدرب. يا سلام شوف الابتسامة ابتسامة شاكل حلج. بس الحين انا خايف على موضوع الإصابة. نشوف لا اوكي لا مصاب. This fall is a manager has arrived from the medical لير عزيز انجري قلبه. 5 أيام ملغي 5 أيام ملغي 5 أيام عن الملاعب بسبب الإصابة. ماتش فت انت ودي بعد يومين راح نلعب. يعني هالمباراة ما راح نلعبها بسبب الإصابة. اوكي 4-0 حلو. نت باد نت باد 4-0. زين فايزين 2-0 حلو. دخلني دقيقة 77. يلا بسم الله. لا 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 دفاع 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 دفاع. يا سلام استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم. ليش 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 تي ليش تي. حلو نايس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف 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 الباص شوف الانهاء. يا سلام من اول لمسه من اول لمسه من اول لمسه. حلو فزنا في البطولة اسمها البطولة الودية. فزنا في البطولة الودية. يا سلام.
with the campaign proper in mind. Absolutely ideal. Well, it might only be a pre-season tournament, but it's always special to come out on top. And you can see just how happy the players are. يا سلام يا سلام يا سلام عليكم. هذا الانتصار اهديكم لكم انتو اللي تتابعون هذا الفيديو. فزنا في البطولة الودية. مدرب فرحان اكيد بيفرح. يا سلام عليك يا عزوز يا سلام عليك يا عزوز. زين شباب هنا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسى تسوي اللايك والاشتراك وتشير الفيديو كل مكان. اكتبوا لي في التعليقات شباب اذا عجبتكم لكم سلسلة اللاعب، ان نشوف لوين بنوصل، بننتقل بعدين بنلعب في الدوري الانجليزي او في الدوري الايطالي، نستمر هل بني بالدوري الهلال مثلا. اكتبوا لي في التعليقات نستمر في السلسلة ولا نوقف. تمام، يلا نشوفكم على خير. Peace out.